مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في اولى حلقات الموسم الجديد من انفاس سبور. حلقه اليوم غادي نخصوها للحديث على اولى جولات البطوله الاحترافيه، وكيحضر معنا في الاستوديو الاطار الوطني عبد الغني نادر. سي عبد الغني، مرحبا بك معنا. شكرا الاخت نهاد على الاستضافه، وتانا شرف لي نكون معكم في هذا المنبر ديالكم الموقر، وان شاء الله باش نعالج هذه القضايا ديال شرف لينا، ونتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. مرحبا بك سي عبد الغني، حنا يا جد سعيد اننا نفتتحوا معك الموسم الجديد ديال البطوله. الله يحفظك، شرف لي، بارك الله فيك. سي عبد الغني، كيف شفتي الجوله الاولى؟ شهدت مباريات مثيره ونتائج اللي كانت غير متوقعه متبعي الشأن الكروي. اولها هي الهزيمه ديال الرجاء اللي كان من بعد واحد المده طويله اللي ما عمرو ما منهزم فيها. اليوم كنشوفوا انه انهزم امام نهضه سبركان، كيفاش كتشوف الامر؟ شوف، انا نعطي واحد التقييم لهذه البطوله بعد يلاه بعد الجوله الاولى. يلا رجعوا للعام اللي داز، غير هو اللي تيبان لك قبل ما كنهضروش على الكره، كتشوف بان كاينين باقي المشاكل، باقي شي فرق تيتخبطوا في المشاكل. احنا في 2024 وباقي شي موسيين ما بغاوش يستافدوا من الدرس، هو خص بالديك كما كتهضر على الفريق ديال الشمال بحال دابا اتحاد طنجة. كتبقى كيقدر دابا شي واحد يقول لك اتحاد طنجة فازوا على اكادير، ولكن داك موضوع بوحدو. كانت شوف بداو البطوله باقي لا غتبدا، يعني باسبوعين باش بداو التدريب ومشاكل، وكيتخبطوا فريق المغرب تيطوني حتى هو كذلك. ملي كتشوف انت بحال هادشي باقي تسمع، باقي هادو كتشوف داك الصراع ديال الاشخاص هما اللي تي واحد عنده مشكل مع واحد، دونك واش كاين شكون اللي تياكل العصا؟ هي الفريق. ملي كتلقى فريق بحال اتحاد طنجة، مدينه جميله، عاصمه البغاز، يعني جمهور جميل كيبغي كره زوينه، كتشوف ملعب كبير، وباقي كتشوف هاد المشاكل. هادي دابا السنين الاخيره كتشوفها، هما كانوا هادي عامين الى عقلتي نجاوب اعجوبه كما تيقول بمعجزه، والناس باقي كيتخبطوا في نفس المشاكل. هادشي بصراحه تيضرب بالصوره باش كتبدا يعني البطوله بهاد المشاكل. هادو جوج ديال الفرق بعدا في الشمال، يعني حنا ماذا بينا نكون في الشمال كتشوف فرق بحال كتشوف هنا مثلا ديربي وداد رجاء، جيش مثلا، الفتح، بزاف من تشوف اتحاد طنجة. الا كانوا تادوك الفرق في مستوى عالي، يعني كنهضر على التسيير ما تهضرش على الكره، يعني الا كان التسيير مزيان حتى هما باقي عندهم ليتيج ما يقدروش يجيبوا لاعبين. كتشوف شي فرق اخرى، الاخت نهاد اللي الغريب في الامر هادي كاينه غير هنا، بان باقي عندهم المنع، وكاين كاين ديجا سينا وكونتراس مع لاعبين. كيفاش داروا ليها؟ العلم لله. كتشوف فرق تقريبا شي 12 فرقه 10 الفرق عندهم مشكل ديال ليتيج. كتشوف شباب محمديه مثلا، هاد الشباب محمديه بصراحه اللي فريق اللي يعني بصراحه الخساره ديالهم مع الفريق الجيش الملكي هذيك راه عاديه، لان اولا لاعب ضد فريق كبير هو الجيش الملكي اللي عنده تيسانه من اللاعبين، يعني اللاعبين في المستوى العالي، واخا حتى هو بدل الجيل ديالو بواحد برسونتاج صغير، مي راه حتى هو بحال قلت مدرب جديد، فلسفه جديده. ولكن كتشوف محمديه غتخسر بخمسه، واخا تجيب لهم شي تجيب ما شنقول لك تجيب غوارديولا تحطو تما لاعبين عابليجو، علاش؟ حيت مشاكل ما يقدروش ينتابوا لاعبين عندهم مشكل تقريبا شي ثلاثه المليار ديال الليتيج، دونك كيفاش غيديروا؟ لا مشكل كبير هذا، دونك تيبان لك فريق. غنشوف انا متى رجع اتحاد طنجه. اتحاد طنجه هي فازوا على، كتشوف كيفاش فرقه ما كترينيش، يلا بدات البطوله باسبوعين وفازت. لا راه ماشي دابا هادشي الاخت نهاد ما تيبانش لك دابا، غير كما تنقولوا سحابه عابره، ولا لان كنعرفوا بان حسن تكادير مدرب مقتدر، شي عبد الهادي السكيتي ولي تيلعب كره نظيفه، فريق اللي الحمد لله كيف ما كان الحال راه منظم، عنده يعني ما عندوش دوك المشاكل بحال فرق اخرى. غير هذه بحال قلتي بشي فوز، لان يمكن الزهر ديالهم، ولكن راه ماشي ديما امتى غتشوف اتحاد طنجه، لان ما يمكنش فريق ما تريناش يلا تبدات اسبوعين عاد تلقاه، لان بعدا لا بريباراسيون مهمه. الفريق اللي ما كترينيش مزيان هذيك البريباراسيون قبل ما تبدا البطوله راه مهمه، عندك على الاقل خصك واحد ثلاثه السيمانات حتى 20 يوم بعدا تكون ديجا طو فيزيكمون. ما يمكنش هاد اللعبه وقل فين قلت لك جاسيون كنعرفش كنقول ما غيجي واحد الوقت ما غاديش يكملوا، لان ما يمكنش ما ترينتيش مزيان لا بريباراسيون. كيف تيقولوا ديما هذيك المثل تيقول لك با طاح كيقول لك خارج راسي، نورمال ما يمكنش. انا تيجيني هذا الشيء كتشوف عاوتاني بحال شي فرق اخرى، كتشوف عندك شي 10 الفرق ممنوع امتداد، كاين شي 42 من ديال ليتي هذه. المهم هذه مشاكل اللي اغلبيه الفرق يعني حتى كيبغي يجيب لعب كيلقى راسو بحال اونديكاب ما كيقدرش يدير دي ريكروتمون، لان مشكل. غنهضروا على فاجا اللي بغيتي تقول ان البطوله تنطلق على ايقاع المشاكل. تنطلق على ايقاع المشاكل، وهذا بصح. ملي كتشوف حنا وصلنا لهذا المنتخب فين وصلوا 2014، كلشي ولا تيهضر على المنتخب المغربي، وصلنا لواحد كاع المنتخبات، هذا الشيء كيرجع يحسب للجامعه برئاسه السيد فوزي القجع، لان المنتخبات غدا فؤاد والفرق غدا فؤاد. ولكن كتلقى شي بعض الفرق
راه تما رئيس يلاه شد فرقه مازال كتلقى مشاكل. هادشي ماشي ديال الوالد اليوم، لان هادشي تراكمات كتلقى شي واحد دابا يعني داك التسيير العشوائي ديالو كيجي واحد داخل الفرقه حتى هو فيها مشاكل، يعني تيبان لك بحال قلتي شي فرقه كيتخبط في المشاكل ولكن راه باش يخرج منهم راه صعيب. كنهضروا على فرقه مثلا الرجاء البيضاوي، الرجاء البيضاوي حتى هما اللي خص الواحد يعرف بان واخا اغلبيه الناس كيتقلقوا ولكن راه ماشي خصها ماشي مشكل، لان بعدا ديجا جا مدرب جديد ومدرب مع توقيلا بوسني الا ما خفني كذب، دونك حتى الفلسفه ديالو جا لها علاقه بالمدرب الالماني اللي كان. وشفت الماتش وما ينساش بان الرجاء راه لعب ضد فريق قوي اللي هو نهضه بركان، راه ماشي اي فريق يعني وانا شفت الماتش اللي انا بصراحه كتلقى نهضه بركان هي فريق منظم، يعني اللاعبين كتلقى عنده واحد الحارس عملاق، حتى هو الحارس كان عنده بحال قلتي واحد البورسونتاج في الانتصار ديال فريق نهضه البركانيه. سي با لا فان دي موند، البارح كنتفرجوا في مانشستر يونايتد خسروا 3-0 في الملعب ديالهم، ماشي غير هو اللي ولا تيعجبك فريق الرجاء البيضاوي بصراحه في هاد السنين الاخيره بحال قلتي في هاد السيرتو العام اللي داز مع المدرب الالماني. فريق الرجاء ولا تيلعب واحد الكره نقيه، يعني ما بقاش ديك اللي توج دو بال، كتلقى اين دو توج دو بال، ما بقاش كتفرج ماشي بحال قبل اللي كنتي كتفرج في الرجاء على ليبوك كانت كتلعب بحال غير الفرجه، ودابا ما بقاش دابا ولات وكيبقى ما كيفقدش الامل يعني حتى اخر دقيقه. يعني سي با فاسيل باش تربح الرجاء بواحد راه و سي با لا فان دي موند. قلت لك هنيئا الفريق البركاني اللي عنده فريق اللي غادي يكون في المستوى العالي وغادي يعني تيبان لي بهذا التركيب البشري اللي عنده غادي يمشي بعيد. وواحد القضيه الاخرى انه هذا ان مزيان يكون عندنا الفرق، حنا تكون عندنا الرجاء، تكون عندنا الوداد، تكون عندنا نهضه بركان، الجيش، واخا يعني هادو فرق قد ما كانت يعني ما قد ما تتكون حتى التسويق ديال الكره المغربيه في مسيرته في هذا الشيء اللي وصل ليه المغرب حاليا. يعني خصنا نكونوا حتى حنا يعني كيف بعباره اخرى خص الفرق حتى هما المسيرين حتى هما يكبروا شويه ويكونوا حتى هما يسيروا هاد القافله ديال الحمد لله ديال النجاح اللي غادي فيها المنتخب المغربي. مفاجأة الدورة حتى هي الهزيمة ديال الوداد الرياضي، ورغم أنه غير الجلد ديالو بواحد النسبة كبيرة تركيبة بشرية وانتدابات وهذا، لكن الجولة الأولى كانت صدمة للمتتبعين ديالو حتى هو. شوف أخت نهاد كاينة واحد الحاجة، راه شوف راه كما قلت لك واحد النهار في الاستوديو ديالكم بأن اللي تيربح في الحرب راه ماشي اللي عنده لي سولدا بزاف ولكن اللي كيعرف يوظفهم. أكيد هذا المدرب مكوينة مدرب كبير عنده 37 عام، مدرب طموح نجح مع ساندونز، راك شتي الالقاب اللي كان هو تيخدم مدرب تيخدم مشروع ماشي تيجي غير هكاك، يعني الا ما كنتيش غيمشي معاك في المشروع ما غاديش يدير معاك زعما ما غاديش معاك ان كونترا باش يتريني بليكيب. نجح مع ساندونز لان كان عنده مشروع رياضي مع المدير الرياضي ديال ساندونز ونجح فيه لان كانوا كيهمنوا على البطوله ديما ديال ساندونز، كتلقى ديال جنوب افريقيا ديما كتلقى ساندونز في الطوب في منافسات القاريه كتلقى ديما فيناليست عصبه الابطال، يعني فريق وهذا الشيء كله تيرجع للمدرب، مدرب اللي هو تيبغي هو يدير الانتدابات، هو تيمشي يتفاوض مع اللاعبين، هو لان جا شتي مؤخرا تيمشي حتى هو رئيس الوداد ايتمنى، دونك هو مدرب اللي تيبغي هو حتى اللعابه اللي ديجا تيتعاقد معاهم ديجا كانوا معاه يعني تعرفوه. ودابا الوداد خسروا مع الماس ولكن ما تنساش واحد القضيه، يلاه لعابه جداد خصك شويه الوقت، وحتى الجمهور ديال الوداد خصو يعرف هذا الشيء لان راه ماشي مشكل تخسر ما يمكنش ديما غادي تربح، ولكن عندك تركيبه الوداد بدل التركيبه ديالو بحال قلتي راه فريق باكمله زائد مدرب جديد فلسفه جديده رئيس جديد حتى وكل شيء جديد، دونك خصنا شويه الوقت. وانا اكيد بان مدرب بحال مكوين هذاك بحال قلتي داك الحماس ديالو حتى هو جاي لفريق الوداد فين حتى هو يزيد الاسم ديالو يكبر، فريق كبير فريق عريق عنده جمهور قوي، حتى هو تيقول ديما في التصريحات ديالو حتى هو غادي يدير الاسم ديالو ومع هاد اللاعبين. وواحد الحاجه اللي مزيانه يعني اللي مزيانه لان جنوب افريقيا كيعتمدوا بزاف على اللاعبين ديال امريكا اللاتينيه سيتو البرازيليين، لان اللي تيكون مع ديجا وهاد اللاعبين غادي يعطيو ان بلوس، لان اغلبيه التجربه اللي دازت في البطولات المغربيه يعني في السنين اللي دازت كاع اللاعبين البرازيل دازوا في الوداد، منهم واحد اللاعب كان سميتو شينا لعب في الوداد ميليو تيغان كان ان كرون جوور. يعني اكيد بان مادام هو المدرب عنده بحال قلتي هو الصلاحيه اللي كيعزل ينتدب المدربين اللي تينتدب اللاعبين، ولكن ماشي بحال قبل كان الرئيس هو اللي تيدير كل شيء، ما كانش اداره تقنيه. يعني الجمهور مطالب انه يصبر وحنا عاد في الدوره الاولى، يعني ما نقدروش نحكموا من دابا. وي اخت نواد وما نساوش هاد الفرق اللي طلعوا من القسم الوطني مثلا الدفاع حسن الجديد ولا النادي المكناس. كنت غنسولك عليهم. وي سبقتك. انا بالنسبه لي هاد الفرق هادو بالعكس فريق لا الدفاع الحازم ولا النادي المكناس، هادو فرق ديجا يعني بروفيل ديال بحال شي فرق ديال القسم الاول ديجا، لان ديجا كانوا هادو غير لاني ديغنيغ راك شتي الدفاع الحازم الجديد غير المشاكل ماشي
هو ماشي المسائل التقنيه اللي دعا بان الفريق ينزل للقسم الوطني، من المشاكل هذا المشاكل ما بين الاشخاص هي اللي كتخلي الفريق تياكل العصا. النادي المكناسي مدينه عريضه اللي دوزت الديدي الله يرحمه، عندهم جمهور ذواق يعني تيلعبوا كره زوينه. باش كنشوف التعادل مثلا فرقه يلاه طلعت التعادل اظن مع الزمامره ولا جديده مع السوال، يعني تيبان لي منصف الفريقين يعني بالنسبه لحجم الفرق اللي لعبها، يعني حتى المستوى ما غيكونش شي مستوى كبير، يعني بان لي التعادل عادي. مازال خاصهم وقت من اجل الانسجام وشوف راسي التجانس. لا تجانس شوف راه غير بحال دابا النادي المكناسي انا تنقول الفريق يلاه طلع وكيطلع كيديروا لي ماني بي، ولكن غير ما خصهمش يوقعوا في مشاكل عاوتاني بدا يقول لك حنا ما عندناش الامكانيات، يعني هذا هو المشكل اللي تيوقع فيه اغلبيه الفرق، تيطلع تيكون فرحان هادي في الاخر تيبدا يبكي. دونك الانسان باش نقول واحد رئيس الا واحد المكتب قاد مسؤوليات الا ما غيقدش غادي يخلي الطريق لواحد، وواحد الميساج لدوك الناس اللي خصهم يكونوا شويه اي مسؤولين على المدينه يكونوا، لان كيدخل السلطات بزاف لان باش تكون اعانه لهذا الفريق، لان اي فريق كيمثل المدينه ديالو ومزيان يكونوا عندنا حنا كون مدينه فيها فريق قوي تجيب عندك الامكانيات وتجيب لاعبين في المستوى اللي كيطعموا الفريق. غتبغي دير التشبيب اوكي، ولكن ما يمكنش دير التشبيب دانسو الكو زعما 100% لاعبين شباب، خصهم واحد اللاعبين اللي كيكون عندهم واحد كما تنقولوا شويه ديال الاكسبيريونس، بحال قلتي كدير واحد المزيج ما بين اللاعبين. دونك انا تنقول بان النادي المكناسي ولا الدفاع الحسن الجديد هذو فرق ديال القسم الوطني الاول، دونك تيجيني زعما ان شاء الله ما كاينش شي فرق. ملي كتشوف شي فرق عندنا هنايا راه كتشوف شبعاني المشاكل، يعني ما كيباش لك فرق انك كتشوف نادي المكناسي ولا الدفاع الحسن الجديد الا ما تقارن مع المشاكل ديال شباب محمديه ولا دونك ما غيبانش لك، ولا اتحاد طنجة مثلا ولا المغرب التطواني. دونك يبان ليا كلشي في نفس ابار واحد اربعه لي زيكيب هنا ولا خمسه اللي كتحس بهم. وواحد بالنسبه للوداد تحسب لي لان بحال دابا كان عنده واحد ليتيج ديال 6 مليون ديال الدم اللي هي 600 مليون، بالنسبه لفريق الوداد راه 600 مليون ماشي شي حاجه، راه تخلصوا منها. دونك لا جيسيون ديال هاد الفتره بالنسبه كالقائد ديال السفينه ولا السعيد منها راه ناجحين فيها، وانا كنظن بان الوداد ان شاء الله غادي يكون الكلمه ديالو غير خص الجمهور يصبر شويه. سي عبد الغني تكلمتي على شباب محمديه، واش كنقولوا ان شباب محمديه غادي يقدر يتخلص من هذوك المشاكل وهذوك الترسبات ديال الموسم الماضي، ولا نتوقعوا مسار بحال اللي عاشوا الموسم اللي فات؟ انا وقيلا ما عادش تيبان لي انا لعبت في محمديه، يعني كتشوف ملي كتشوف شباب محمديه اللي دوزات لاعبين في مستوى عالي فرق احسن ملعب في راه هو الملعب باش اللي يكون في علمك اخت نواد ملعب بشير احسن غازون في المغرب هو الملعب بشير، لان راك الشيء كيدير ديما زعما حتى الكره خص غير كما تيقولوا لو تيران سي لا سان دي زاكتور، خصك اللعابه اللي كيعطوك الفرجه احسن تيران. عندك كان شاد واحد المحتضنه ليبوك اللي هو لا سمير، كنا كنترينيو بحال شي كلوب كتحس راسك بحال شي لعاب كترين شي فريق اوروبي. بصراحه دوز هذا الشيء، اول فريق دار كوتش مونتال شي شباب محمديه، كانوا اللعابه كيتخلصوا بمبالغ، يلعب فيها البدراوي يلعب فيها رغيب يلعب في كيب ناسيونال رحيم جزائري. ملي كتشوف انت هاد المشاكل كيبان لك مع 3 المليار اللي تيجي، انا تيبان لي صعيبه شويه، لان فريق شباب محمديه العام اللي فات راه صوفه اعجوبه، يعني غير لان كانوا اغلبيه الفرق بحال قلتي مؤخرة الترتيب كان اغلب عندهم نقاط قلال، دونك داكشي اللي خلى ميسينو راه كان غيطيح. دابا بدا هو بدا بمشاكل، عنده مشاكل ديال اللي تيجي كيلعب دوك اللعابه ديال لي جينيور زائد شي اسبوار، يعني داكشي اللي كاين اللعابه مساكن ما عندهم ما يديروا مدرب، راه كما قلت لك واخا تجيب غوارديولا تما دابا ما غيدير والو، المدرب تخسر مع جيج بخمسه خسروا حتى بعشره عادي، لان ما كاينش الغرب الله دونك كاين مشاكل ديال التسير وكاين بزاف. دونك نتمنى من الله واخا تتبان لي صعيبه المهمه، مي نتمنى من الله شي معجزه من الله باش يخرجوا من ديك المهمه، لان ما يمكنش فريق بحال الشباب زعما يوصل لهذ الحاله اللي فيه. كنتمنوا ان بطولتنا الوطنيه ترقى وتعيش ما يعيشه المنتخبات، يعني ما نبقاوش نشوفوا كل انطلاقه ديال الموسم نعيش نشوفوا نفس المشاكل ونناقشوا نفس المشاكل. وي راه دابا تشوف البطوله بصح شوف واحد الحاجه تحسب الجامعه اللي برئاسه ديما كيكون شي مشاكل كتدخل الجامعه، راه اوروزمون عندهم بصراحه عندنا واحد السيد سميتو فوزي القجع علاش ديما تيعطي الحلول، راه سينو كرا تشوف هذا الشيء اللي كتشوف راه اغلبيه الفرق خصهم الا جاو طبقوا معهم داك القانون ديال 30-0 ديال التربيه البدنيه، يعني راه اغلبيه الفرق ما عندهمش كاين شارج، يعني داكشي اللي خصو ماله هما داكشي ما كي يعني ما تيحترموش داك الكاين شارج. دونك سينو راه اغلبيه الفرق هذوك كانوا في شي لوروب راه كون هبطوهم، راه ما غاديش يعقلوا على كيفما تيقولوا. دونك ولكن الجامعه كتسير العصبه الاحترافيه تيحاولوا، ولكن انا تنقول حتى المسيرين حتى ما خصهم
يجتهدوا شويه حتى ما يقلبوا على موارد منين تجيب سير قلب على دي سبونسور ديال الشركات ديال يعني انا دابا كلشي ولا دابا الكره ولات اكبر استثمار هو كره القدم يعني حتى داك الرئيس الا بغى يتشهر ويدخل التاريخ والتاريخ راه ما تنساش حتى هو الاسم ديالو غيبقى منقوش راه خصو حتى هو يخدم وغادي يتشهر وغتولي عندك علاقات وحتى هو غيزيد قدام دونك خصهم يخدموا شويه ما تبقاش على الجامعه اللي كدير كلشي. سي عبد الغني بغيت نسولك بحكم تجربتك انت كلاعب سابق وكإطار وطني دابا الى اي حد كتكون هذه المباريات ديال الجولات الاولى معيار المقياس مدى نجاح استعدادات الفرق؟ لا شوف هي الفرق نعطيك مثال عاوتاني ديما تنهضروا هي التجربه ديالنا انا كنت مع الاولمبيك البيضاوي كنا مع البريباراسيون اول عام درنا في رومانيا رومانيا دوزنا شي شهر تما يعني بريباراسيون كانت قاصحه ديال بصح لدرجه اللاعبين درك هضرك على ليكيب بريمير عمرك شي لعابه تيبكيو بقوه ديك الفيزيك كاين على الفيزيك مع بالاتشي هذاك العام الاولمبيك دات الكوب دي ترون كوب داغاب جوج في قطر وفي السعوديه والبطوله يعني اربعه تيترات فهم يعني الفريق اللي كيكون مستعد داك شاج القبيله اتحاد طنجه واخا ربع الحسنيه واخا كتكون شي زوداف راه داك العام برشيد متري باقي ماتش ساعه الماتش ديال الاضراب مشاو لعبوا ماتش داروا التعادل يعني ساعه عاد الماتش عاد مشاو بحال شي فرقه ديال الاحياء دونك هادشي زعما الفرق حتى كدوز واحد خمسه الماتشات استعاد كيبدا يبان لك ديك الساعه اللي مبرابي مزيان اللي مبريباري مزيان راه كيشد الريتم سينو اللي حيت ما يمكنش دابا الكره ولا الفيزيك مهم باش تلعب 90 دقيقه الا ما كنتيش فيزيك مو مزيان ما يمكنش اللاعب الا ما كان فيزيك مو مزيان ما يمكنش يكمل يعني حتى لو كور ديالك ما كيتجاوبش معاك لان كتوصل لعقيده كتعيا كتمني كيعيا اللاعب تيولي خص الكواري تتولي الجمهور يصفر عليك دونك الفرق اللي مبريباري كتسنى واحد خمسه الماتش كتقدر دابا بحال دابا اتحاد طنجه سمعنا متولي هو كان حبس هو رجع يعني كتشوف شي حوايج دونك الفرق اللي بريباري تيبانوا لك مع مدى خمسه الماتشات حتى تيبدا يبان لك وانا كنظن بان اتحاد طنجه ما غاديش لا ما يمكنش الفرق يلاه بدا جوج سيمانات عاد متريني دونك تيجيني ما خصهاش دار بالنسبه للفريق في حجم اتحاد طنجه ما خصهاش دار زعما تنقول دونك الوقت هي اللي غتبين لك شكون الفرق اللي وبين وبينك الاخت نهاد راه كيبان لك الفرق اللي غادي شتو راه تيبان لك من ديبار دونك باين سيكلي راه ما نحتاجوش كاع نديرو الشمس على الغربه كيف ما تيقولوا. سي عبد الغني شكرا لك على الحضور ديالك معنا شكرا على نقاشك مجموعه من المواضيع اللي مهمه في هذه الحلقه هذه شكرا لك الاخت نهاد وتحياتي وحنا كنستافدوا معكم وكنشكرك بارك الله فيك المخرج ديالنا تا هو بارك الله فيك الله يحفظك تحياتي الله يبارك فيك مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه الحلقه الى لقاء في عدد جديد.